ما هو حكم الأوراق والكتب التي توجد بها أسماء الله والأحاديث النبوية ترمى في القمائم وتهمل، وبماذا تنصحون المؤمنين؟ الأوراق التي فيها ذكر الله أو الآيات القرآنية لا يجوز أن ترمى في الأسواق ولا في القمائم ولا في غير ذلك من محلات الإهانة، بل يجب أن تصان، إما أن تحرق وإما أن تدفن في محلات طيبة، ولا يجوز لمن رآها يقرها، بل من رآها الواجب أن يأخذها حتى يدفنها في محل طيب أو يجعلها في محل طيب أو يحرقها. أما تركها في الأسواق توطأ أو في القبائل والعياذ بالله هذا منكر لا يجوز، نسأل الله العافية.